شعبنا. اهلا وسهلا فيكم في الاردن. افتحوا لنا مجال يا اخوان. الحقيقه من مطار الملكة عليا بنلتقي مع عروسه وانت كنتي معايا على الطياره. اهلا بيكي. اسمك ايه يا ستي؟ سوزان. اهلا يا سوزان. وعريسك اسمه ايه؟ عابد محمد. عابد؟ انت مصري ولا اردني؟ مصري. بتشتغل في الاردن؟ نعم. هو حاجه جميله قوي ان احنا نيجي على الطياره، واضح ان هو يعني زياره سعيده. انت جيتي في الاردن قبل كده؟ لا اول مره. طب تعرفي عريس قبل كده؟ يا رابلك؟ يعني طب يعني اتجوزت ازاي؟ خطبت ازاي؟ تعرفيه منين؟ بنعرف بعض من مصر طبعا. من مصر يعني مثلا عن طريق مثلا العيله؟ شفتها اول مره امتى؟ شفتها اول مره طبعا لما تبقى اختي. ايوه تبقى مرت. انت واخد اختها. اخوك واخد اختها. واخوك كان مبسوط مع اختها قوي لما انت اتجوزت في الطياره. اخوك الحمد لله. جمال هتعيشي في الاردن يا سيدي؟ جمال هتشتغل ايه هنا؟ في محل خضره. طب حاجه جميله بين مصر وبين الاردن، حاجه في تكامل وتكافل في كل شيء. ازيك؟ فتستنى شويه. حاجه جميله. احنا طب يعني كل دول بقى اصحابك وحبايبك وجيرانك؟ مين تبع اهل العريس؟ اخوات العروس. الف مبروك. وده هيطلع في التلفزيون الاردني البيت عربي، وكمان في القناه الفضائيه المصريه. ايه رايك بقى؟ تمام. يوم الخميس الجاي ان شاء الله. الساعه كام؟ الساعه كام؟ الساعه 9 توقيت المحل هنا الاردن. نفس الساعه يعني ولا نفس التوقيت؟ فرصه سعيده. ولا اولادك شكرا.